في الحقيقة أنا أدعو كل مشاهدي الموقع تضافر الجهود لخدمة العمل الإنساني والدفاع عن قضية غوانتنامو العادلة والدفاع عن قضية الأسرى في مختلف أنحاء العالم، في بوقريب، في العراق، في أي منطقة أخرى من مناطق العالم، أن تتضافر الجهود. حقيقة العمل الشعبي أقوى من العمل عمل الحكومات وهكذا. إذا نظرت إلى قضية غوانتنامو تجد أن يعني أكثر من 90% من الذين خرجوا لم يخرجوا عبر محادثات حكومات أو اتفاقات بتاعت حكومات، خرجت ضغوطات شعبية. فأنا أعتقد بأن العمل الشعبي وتضافر الجهود الشعبية له واقع قوي، وإذا تضافر الناس شعبيا يستطيعوا أن يحققوا قيم طيبة للبشر، أن يعيشوا في هذا العصر أو في هذا الكون بسلام وأمان. وإلا التفرق لا يولد إلا حالات مثل غوانتنامو، ويولد أمراض مثل المعتقلات السرية، يولد آلام وجراحات لا تندمج إلا بتضافر الجهود. فأنا أتمنى لأنه الناس تضافر جهودها وأن لا تستصغر أي عمل، حتى ولو رسالة ترسلها عبر البريد الإلكتروني إلى البنتاغون تخبرهم فيها بأنك ضد العمل القائم في غوانتنامو أو في أي مكان آخر. لا تبخل بأي عمل أقل القليل، يعني لا تبخل برفع يديك والتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء حتى يعني يحق الله الحق ويبطل الباطل، والحق أبلج بإذن الله وهو منتصر في الآخر.